هاي شخباركم؟ اليوم قلت بسوي فيديو ما سويت مثله من زمان وهو favorites فيديو. I think آخر مرة سويت favorites فيديو كان شهر 10 2015 أو 9، ما أتذكر، بس من زمان ما سويت. وقلت بما أني قاعدة أصور هذا الفيديو بداية شهر 4، ليش ما أتكلم عن my favorites لشهر 3؟ So عشان تعرفون شنو هما my favorites keep watching. اوكي سو اول شيء بتكلم عن البرايمر بما انه هو بيس المكياج كامل بداية المكياج. البرايمر اللي راويتكم اياه قبل فترة في مشترياتي، فيديو مشترياتي، مارك جايكوبز انفيزيبل اندر كوفر بيرفكتينج كوكونات فيس برايمر. الاسم وايد طويل لكن هذا البرايمر وايد حبيته. تركيبته نفس الماي، يعني يوم توزعونها على البشرة تحسونها يرطب وفي نفس الوقت تتشرب البشرة بسرعة ويخلي الفاونديشن شي يعني كأنه مرطب تقريبا، وايد خفيف ويخلي الفاونديشن ينساب على البشرة بسهولة. طبعا هو will be perfect to use it مع هذا. هذا هو الفاونديشن اللي مسوينه مع هذا البرايمر اللي اسمه مارك جايكوبز جولدن ديب. هذا هو اللون ريماركبل فول كفر فاونديشن. هذا وايد احبه، وايد تكلمت عنه قبل، من افضل انواع الفاونديشنز للي تبي تغطيه ويعطي مات فينش، ومع البرايمر they work perfect together، نتيجتهم وايد حلوه مع بعض على البشره. سو هذا هو اول فيفورت لهالشهر. في برايمر ثاني بعد وايد عجبني هالشهر وما توقعت هالشيء، هو هذا البرايمر اسمه أفلين أيونا أورجانيك بيرفكتينج برايمر. هذه الماركة I think كندية، متوفرة أونلاين، طرشت ليها واحدة اسمها مريم I think، على كلمتني على سناب شات، I think كلمتني على سناب شات، قالت لي إن هي تفكر تجيب الماركة للإمارات، فطرشت لي سامبل. وايد 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 عجبني البرايمر، احسه شي من النوع اللي يسكر المسامات قبل ما نحط الفاونديشنز، بس صراحه ما اعرف حاليا اذا هو متوفر هني او لا، بس تقدرون تطلبونه اونلاين. دوروا اسم الماركه، اسمها أفلين أيونا. الاصدار الجديد من أربن ديكاي، هذا الاصدار وصلني امس اي ثينك، فايتس ا نيو برودكت. هو عباره عن جوين ستيفاني فور أربن ديكاي، هي كانت منزلة معاهم قبل آي شادو باليت وخذت منها وايد عجبتني. الحين نزلت معاهم، بلاش باليت استخدمتها اليوم، استخدمت اللون هذا حق الكونتور، يعطي كونتور وايد طبيعي وخفيف، واستخدمت الألوان الوردية حق البلاش، وايد عجبتني وأحس إنها بتعجب الناس اللي يحبون اللايت كونتورينج أو اللي يحبون البرونز الخفيف، البلاش الخفيف. وايد بتعجبكم أربن ديكاي. وبعد وصلني منهم آخر مجموعة لبستكس بعد مع جوين ستيفاني، حطيت منها اليوم هذا اللبستك وايد عجبني، هو فاير بيرد لبستك وليب لاينر. هذا هو لونه، طبعا لبستك ما يعطي مات فنش بس وايد بيجمنتد، في لون قوي وينساب بسهولة على الشفايف، ونفس الشيء الايلاينر وايد سهل تخططون فيه الشفايف وتحددونها. سو وايد عجبتني هاي المجموعه الجديده من أربن ديكاي. مستحضر بعد وايد حبيته هالشهر هو توش اكلام من اف سان لوران، طبعا غني عن التعريف، وايدين يحبونه ويستخدمونه، بس اللي اكتشفته هالمره ان رقم 3 وايد حلو تستخدمونه قبل الكونسيلر لانه يعطي لون مثل البيتش ضارب على البرتقالي، فتحطونه اول شيء قبل الكونسيلر يغطي الهالات السوداء، ومن بعدها تحطون الكونسيلر يكون افتح. وايد 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 عجبني، وايد خفيف ما تحسون فيه وفعلا يغطي. سو اللي تعاني من مشكله السواد حول العينين جربي إيف سان لوران توش اكلا رقم 3. من الباليتس اللي وايد حبيتهم هالشهر وتقريبا من اول ما وصلتني كل يوم قاعده استخدمها، حتى اليوم استخدمتها، هي هذه الشوكليت بونبونز باليت من تو فيست.
هذا شكلها من برا. ألوانها وايد قوية، خصوصا الألوان الشمري. أحب أستخدم اللون الشمري على الليد، والألوان المات أستخدمها في الكريس. وايد حلوة، وايد بيجمنتد. الألوان على ستايلي يعني فيها وايد ألوان ترابية. أنا ما أحب الوردي والألوان الغريبة، لكن الألوان الترابية كلها أستخدمها، فوايد حبيتها صراحة. اللي تحب الآي شادو لوكس اللي أنا أسويهم دوم، you have to check this one out. طبعا تو فيس متوفر في سيفورا مثل ما كلكم تعرفون. وطبعا من المستحضرات اللي عجبتني وايد هالشهر كايلي ليبستكس. انا وايد احب الوان النود والالوان الوردية على الشفايف. معظم صوري ولوكاتي يوم اسويها يا مع نود يا مع بينكش نود، فوايد عجبوني هالالوان. وايد احب المات، وهذين تركيبتهم very matte. اللي تحب تعرف اكثر عنهم انا مسوي فيديو خاص عنهم، بحط لكم اللينك تحت. بس من احلى الليكويد ليبستكس اللي جربتهم، الكواليتي روعة. يجففون الشفايف اذا استخدمتوهم كل يوم، لكن كل ما استخدمهم احاول اني احط مرطب في الليل على اساس انه ما تكون وايد جافة شفايف اليوم الثاني. So yeah, كايلي ليبستكس. قلم حواجب حبيته هذا الشهر هو هذا القلم من ميك اب فور ايفر، اسمه برو سكالبتينج براو. يا برو سكالبتينج براو رقم 30. يوصلكم من ناحية في القلم نفسه اللي يكون مثل ياي على انجل على اساس ترسمون فيه الحاجب بشكل حلو، والطرف الثاني في مشط الحواجب. وإذا تفتحونه من داخل تحصلون فيه هذا اللون الأبيض، تقدرون تستخدمونه تحت الحاجب عشان تطلع الرسمة perfect. حبيته لأنه وايد سهل في الاستخدام، يعبي بسرعة، والمشط وايد يفيد إنه يوزع اللون. فعجبني الدرجة، عجبتني على لون حواجبي، وظليت استخدمه تقريبا طول الشهر. اوكي، بما انه وايد توصلني ماسكارات وما اتكلم عنهم في اليوم، بتكلم عن اخر الاصدارات اللي وصلتني من الماسكارات. اول واحدة سيفورا، هذه الماسكارا وايد مركزين عليها في سيفورا، اسمها ذا ماسكارا فوليوم لينث اند ديفينيشن. هذا شكل البرش، هذا شكل البرش مالتها. ان شاء الله يسوي فوكس. اوكي، هذا شكل البرش. حلوة للاستخدام، والحلو فيها انها ما تجمع وايد، ما تجمع الرموش وايد اذا انتو مثلا حاطينها بدون رموش اصطناعية. حلوة للاستخدام اليومي. هذه الماسكارا بعد وايد حبيتها، الماسكارا الجديدة من ماركس جيكوبز. حبيت اصلا شكلها، شكلها غريب. الفرشة البريسلز مالتها وايد شي يعني صافينهم يم بعض بشكل انها تدخل داخل الرموش وترفعهم على فوق. وايد حلوة، تستخدمونها بروحها او مع رموش، مع الرموش الاصطناعية. يوم تحطونها ترفع رموشكم العادية، فيعني يصيرون مع بعض فيطلع اللوك بعد وايد حلو. هذه وايد حبيتها، مارك جيكوبز، اسمها فيلفت نوار ماسكارا من مارك جيكوبز. في بعد الماسكارا الجديدة اللي وصلتني من توم فورد. انا اعشق مكياج توم فورد، اعتبره من افضل ماركات المكياج، فهذه الماسكارا وصلتني منهم. الحلو فيها انها وايد طويلة، تدخل على كل الرموش، وشوية جافة. انا احب الماسكارا اللي تكون شوية جافة للرموش الطويلة، لان تفرقها وتطولها وترفعها. احس الماسكارا كل ما كانت وات اكثر او تركيبتها مائية، كل ما جمعت الرموش مع بعض. ما اعرف، يمكن هاي تجربتي الخاصة، بس عامة انا احب الماسكارا اللي تكون شوية دراي
وهذه شوية دراي من توم فورد، اسمها Waterproof Extreme Mascara. وصلتني بعد هذه الماسكارا من بوبي براون، هذه شوية أعرض البريسلز مالتها، فبعد حلوة، بعد حلوة الاستخدام للرموش اللي فوق واللي تحت. وآخر شيء الماسكارا اللي وصلتني بعد من الماركة الكندية اللي هي نسيت اسمها، اسمها أفلين أيونا، اسمها وايد صعب، بس هذه بعد وايد عجبتني. بعد لأنها جافة، الماسكارا الجافة تعطي إفكت أقوى للرموش، فهذه بعد عجبتني حق هالشهر. نرجع حق توم فورد، عجبني وايد 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 هذا الشادو اللي استخدمته في الفيديو اللي طاف حق اللوك اللي مع البلاك ليبستيك. هذا الشادو عبارة عن شادو كريمي، حتى شكله على شكل عين. انزين تستخدمونه أول شيء كبيس، ومن عقبة تحطون هذا الشادو اللي يكون فيه جلتر. تصويره خرافي، طلع وايد حلو في الصور، وخلاني أفكر إني أبي أخذ أكثر كريم شادوز وأحط من فوقها باودر شادوز، لأن اللوك يطلع بوايد أقوى وأحلى. فهذا ليمتد إديشن من توم فورد، اللي تحب اللوك القوي والسموكي لازم تاخذونه. من الفرش اللي وايد حبيتها هذا الشهر فرشة سيفورا، هذه اللي هي شي كيرفد، اسمها برو كونتور بلندر رقم 77. اللي حبيته فيها يوم استخدمها حق الخشم تعطيني كونتور وايد حلو ودقيق وسريع، وبعد يوم تستخدمونها حق الخدود وايد حلوة، واكيد حق اليبها وتحت الحنج وايد حلوة. اللي تحب الكونتور you must get it، تسهل عليكم، مساحتها عريضة وكبيرة فوايد تسهل، وتحط بشكل انه تترس المكان برودكت، فيسهل عليك انك عقب تدمجينه. انا عادة احط فيها عقب ادمجه بفلافير برش، بهالطريقة يكون اللوك لس هارش، بس وايد سريعة في الكونتور. هذه طبعا الباودر كونتور مش الكريم كونتور. واخر شيء حبيته هالشهر هو هذا الهايلايتر من استيلودر، هذا اسمه والله ما اعرف اقرا اسمه، كوريجس ما اعرف، استيلودر الومينيشنز فيس باودر. هذه الماركه اثيك كانت موجوده في السوق في السبعينات او الثمانينات، عقب سحبوها والحين ردوا نزلوها استيلودر. الحلو في هذا الهايلايتر انه خفيف، يعني يوم تحطينه يناسب الصبح، تاثير ماله مو وايد قوي مثل ماري لو من ذا بالم، هذا تاثيره جدا 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 قوي. ومرات الواحد يبي يكون يعني حاط شيء not very prominent او مش وايد قوي، فهذا وايد حلو واحب استخدمه هالفتره كل يوم بدلا من ماري لو، بس بعدني احب ماري لو. سو ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم، ادري ما عندي وايد فيفورتس، بس هذه كانت الاشياء اللي انا اكثر شيء استخدمتها، بعيدا عن الاشياء اللي دوم اتكلم عنها مثل الانجلو جل ايلاينر اللي ما استغني عنه، واللوريال انفاليبل فاونديشن 24 اورز مات وهالاشياء. ان شاء الله اشوفكم الفيديو الجاي، لا تنسون تسوون سبسكرايب وكومنت ولايك، و I'll see you soon. Bye.